واللي يهمنا مشوارنا احنا كمان في كاس العالم، عشان كده ناخد حضراتكم بقى في السادسه لفقره الجي بي اس ونروح نشوف اخبار محترفينا ومشاركتهم مع انديتهم في الخارج عامله ايه. البدايه من انجلترا، من ليفربول النجم المصري المتالق متصدر قائمة هدافي البريمير ليج محمد صلاح، لعب في المباراة الأخيرة طبعا واللي وقعنا فيها قلبنا لمدة 65 دقيقة وبعدين تم تغييره بداعي الإصابة. مباراة كانت في مواجهة برايتون انتهت بنتيجة 2-0 لصالح ليفربول، وصلاح طبعا سجل هدف في المباراة من ركلة جزاء وكان ليه 7 محاولات. كان خطير صلاح، يعني رغم انه هدف اللي سجله كان من ركلة جزاء لكن الحقيقة كان ليه أكثر من محاولة خطيرة على المرمى، ويمكن القائم منع هدفين لمحمد صلاح كان يفرقوا معاه في سباق المنافسة على أفضل هداف. نجح في مراوغة مرتين ولمس الكرة 29 مرة وخسر الكرة 9 مرات، ونجح في تمرير 11 تمريرة سليمة من قصر 17 بنسبة دقة 65%. ليفربول حاليا بينافس طبعا على لقب البريمير ليج في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، والمباراة اللي جاية هتجمعه النهاردة إن شاء الله بإذن الله بالليل أمام الأرسنال في مواجهة من النوع القوي. الأرسنال تطور كتير جدا السيزون ده مع أرتيتا وداخل في المربع الذهبي لبطولة البريمير ليج، فأعتقد أنها مواجهة هتكون مش سهلة أبدا على ليفربول. من ليفربول ومن إنجلترا نروح لتركيا، والبداية من إسطنبول. مصطفى محمد لاعب جلاتا سراي، مهاجم جلاتا سراي، شارك لمدة 68 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة أمام بشكتاش في الدوري، وراح لعب في الكامب نو. عندنا لاعب مصري لعب مباراة رسمية في الكامب نو في مواجهة برشلونة، طبعا المباراة انتهت ب0-0، لكن في مواجهة بشكتاش المباراة دي انتهت بفوز جلاتا سراي بنتيجة 2-1. معدل تقييمه في المباراة كان 7.4 درجة، وصنع هدفين في المباراة دي لفريقه، حاول 4 محاولات على المرمى وأهدر فرصتين. كان ليه 7 تمريرات سليمة من أصل 11 ولمس الكرة 35 مرة، نجح في 6 التحامات هوائية من أصل 12 وخسر الكرة 10 مرات. وجلاتا سراي حاليا بيحتل المركز ال 11 برصيد 38 نقطة، والمباراة المقبلة لجلاتا سراي هتكون مباراة العودة في تركيا في اسطنبول في دور ال 16 للدوري الأوروبي. نسيب مصطفى محمد ونروح لكريم حافظ، 2 أسماء اختارهم مستر كارلوس كيروش للقائمة المبدئية للمحترفين في الخارج. كريم حافظ بيلعب لمالاتاي سبور، شارك كأساسي ولمدة 90 دقيقة في مباراة الفريق الأخيرة أمام ألتاي سبور في الدوري، وانتهت بخسارة فريقه بنتيجة 1-0. تقييمه في المباراة كان 6 درجات، كان ليه 33 تمريرة صحيحة من أصل 39 بنسبة دقة 85%، لمس الكرة 57 مرة وخسر الكرة 12 مرة، أرسل عرضية وحيدة سليمة من 5 عرضيات، ونجح في التحام أرضي 1 من أصل 5 التحامات. مالاتاي سبور يحتل حاليا المركز 20 والأخير في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ومباراة القادمة لفرقته هتكون أمام قاسم باشا في الدوري. أحمد ياسر ريان، وأيضا أحمد وقع عليه اختيار في القائمة المبدئية، شارك لمدة 14 دقيقة بس في مباراة فريقه الأخير ألتاي سبور أمام مالاتاي سبور في الدوري، والمباراة دي انتهت بفوز فريق أحمد بنتيجة 1-0. خد في المباراة دي كمعدل تقييم 6.8 درجة، وكان ليه محاولة على المرمى، محاولة وحيدة، لمس الكرة 17 مرة، لعب 10 تمريرات سليمة من أصل 12، وفرقة أحمد بتحتل حاليا مركز ال 17 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، والمباراة المقبلة هتكون أمام سيفاسبور التركي. من تركيا هنروح لألمانيا، عمر مرموش وتحديدا شتوتغارت الألماني. عمر بدأ في المشاركة أو في العودة بعد فترة غياب نتيجة الإصابة، ابتدى يلعب مع شتوتغارت. المباراة الأخيرة شارك فيها كأساسي وشارك في 90 دقيقة المباراة اللي جمعت شتوتغارت بيونيون برلين. المباراة دي انتهت بنتيجة 1-1، ومعدل تقييم عمر مرموش كان 6.6 درجة في المباراة، محاولة وحيدة بس كانت ليه على مدار ال 90 دقيقة اللي شارك فيهم، لمس الكرة 43 مرة وخسرها 17 مرة، كان ليه 13 تمريرة سليمة من أصل 17 بنسبة نجاح 76%، وفاز ب 11 التحام أرضي من أصل 21 التحام، ونجح في 3 التحامات هوائية من أصل 4 التحامات، وشتوتغارت حاليا بيحتل المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، والمباراة المقبلة لشتوتغارت هتكون أمام أوغسبورغ في البوندسليغا.
نروح للسعوديه، وطبعا محترفنا احمد حجازي ما زال بيعاني طبعا من الاصابه اللي لحقت بيه في بطوله امم افريقيا، لكن مصطفى محمد قايم بالواجب والزياده الحقيقه في الدوري، مصطفى فتحي قايم بالواجب بالزياده في الدوري السعودي وقدم مباريات كويسه جدا مع فرقته الجديده فرقه التعاون. شارك مصطفى فتحي لمده 89 دقيقه في مباراه الفريق الاخيره في الدوري امام الفيصلي، والمباراه دي انتهت بتعادل بنتيجه 2-2، وكان لمصطفى فتحي صناعه الفضل في صناعه هدف خلال اللقاء. تقييمه العام في المباراه كان 7.2 درجه ل 16 تمريره صحيحه من اصل 20 تمريره بنسبه دقه 80%، وكان ليه 4 تمريرات مفتاحيه ونجح في المراوغه مرتين من اصل 3 محاولات، وخسر الكره 10 مرات وكان ليه محاوله وحيده على المرمى. والتعاون حاليا بيحتل المركز 12 برصيد 25 نقطه، والمباراه المقبله للتعاون امام ابها بالدوري السعودي بشوفه واحد من اللاعبين الواعدين جدا، ولو نجح في انه يحافظ على تطوير مستواه لاعب يملك حلول الحقيقة وممكن يكون إضافة، وأتمنى أن يكون موجود مع مستر كيروش في القائمة النهائية اللي هيقع عليها الاختيار لمواجهة السنغال في مباراة محتاجين كل الإمكانيات وكل العناصر اللي عندها حلول وعندها وممكن تكون مفاتيح لعب، وأعتقد أن كلنا نتفق أنه مصطفى فتحي واحد منهم. على كل